نشأة السابعة من التناصح، وبداية بأبرز العناوين. قوات الثوار تسيطر على تمركزات جديدة بالحي رقم 3 بسرد، وثمانية شهداء وعددا من الجرحى جراء الاشتباكات. قوات شورى الثوار تستهدف بالمدفعية التغييرة قاعدة المشاة البحرية التابعة لحفتر، والعفو الدولية قلقة بشأن العالقين بمنطقة قنفود السكنية. المجلس الأعلى لأعيان وحكماء ليبيا يعين إبراهيم بن غشير رئيسا للمجلس بعد اجتماع السبت. اسألوا تاريخنا، اسألوه هو يجيبكم يا رجال. سل الرماح العوالي عن معالينا، واستشهد البيض هل خاب الرجا فينا. لما سعينا فما رقت عزائمنا، عما نروم ولا خابت مساعينا. قوم إذا استخصموا كانوا فراعنة يوما، وإن حكموا كانوا موازينا. تدرعوا العقل جلبابا فإن حميت نار الوغى خلتهم فيها مجانينا. وإذا دعوا جاءت الدنيا مصدقة، وإن دعوا قالت الأيام آمينا. النصر إلا من عند الله، والنصر إلا من عند الله. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. أهلا بكم. أفادت مصادر عسكرية من مدينة سرت الأحد بتجدد الاشتباكات بين قوات الثوار وعناصر ما يعرف بتنظيم الدولة بالجيزة البحرية بالحي رقم 3 شمال سرت. المصدر قال إن قوات الثوار حققت تقدما واسعا على بعض التمركزات الجديدة التي كانت تحت سيطرة تنظيم الدولة بالحي رقم 3، مضيفا أن قوات الثوار رصدت 10 قتلى من قوات التنظيم جراء المعارك، ومشيرا إلى أن بعض عناصر التنظيم حاولوا الفرار من الحي، وذلك أثناء الاشتباكات. استقبل المستشفى الميداني بمدينة سرت الأحد 8 شهداء و25 جريحا من قوات الثوار جراء الاشتباكات مع عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة بمدينة سرت. مصدر من المستشفى الميداني قال في تصريح للتناصح إن من بين القتلى صحفيا إيطاليا قضي برصاص قناص من تنظيم الدولة، مضيفا أن حالات الجرحى الموجودين تتراوح بين البسيطة والمتوسطة، ومشيرا إلى أن المستشفى يتجهز لاستقبال عدد من جرحى الثوار في اشتباكات الأحد. ومن جهته قال الناطق باسم غرفة عملية الطوارئ الجوية محمد جنونو أن سلاح الجو التابع للغرفة شن 10 غارات جوية استهدفت آخر معاقل ما يعرف بتنظيم الدولة بحي الكامبو بمدينة سرت. جنونو أكد في تصريح خاص التناصح عن استهداف قناصين اثنين وعددا من عناصر التنظيم بأحد المباني السكنية التي يتخذها التنظيم مركزا له، مضيفا أن طائرات الدعم الدولي شنت 5 غارات استهدفت عناصر التنظيم في الحي رقم 3. وأشار جنونو إلى أن القصف جاء للتغطية على تقدم قوات الثوار باتجاه آخر معاقل تنظيم الدولة بمدينة سرت. وإلى الوضع الميداني في مدينة بنغازي، حيث استهدفت سرية المدفعية التابعة لمجلس شورى ثوار بنغازي الأحد قاعدة المشاة البحرية التابعة لقوات مجرم الحرب حفتر، وذلك حسب مركز السرايا الذراع الإعلامي للمجلس. المركز ذكر أن طائرة الميغا التابعة لمجرم الحرب حفتر شنت غارة جوية على منازل عالقين بقنفودة، فيما قامت طائرة أجنبية موالية لحفتر بشن عدة غارات السبت على منازل عالقين بمنطقة قنفودة.
هذا وأعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها تجاه ما يحدث لمئات المدنيين الموجودين بمنطقة قنفودة تحت الحصار العسكري. نائب مدير برنامج شمال أفريقيا والشرق الأوسط في المنظمة قال إن العائلات العالقة بقنفودة تعاني من انعدام المواد الغذائية الصالحة وكذلك المياه والكهرباء، كما أضاف أن العائلات تكافح من أجل البقاء بينما تستمر القنابل والقذائف بالسقوط عليهم. هذا ودعت المنظمة جميع الأطراف إلى احترام القانون الإنساني الدولي والسماح للعائلات أن يغادروا دون قيد أو شرط بغض النظر عن توجهاتهم السياسية حسب ما ذكرت المنظمة. قنفودة معاناة الأهالي فاقت الحدود، ومهجري بنغازي يطالبون وسياسيون يستنكرون ومنظمات دولية تشعر بالقلق. المزيد في سياق التقرير التالي. هكذا صارت تحية ما تبقى من أهالي قنفودة يفرون من الموت القادم من طائرات حفتر تارة ومن الطيران الأجنبي تارة أخرى. لم تشفع لهم براءتهم ولم تشفع فيهم طفولتهم. يحاصرون ويضيق على معيشتهم برا ويقصفون بالبراميل المتفجرة والصواريخ الموجهة جوا. حرموا حقهم في العيش بكرامة على أرضهم ويحاربون لحرمانهم حقهم حتى في الحياة، وهو ما يبدو واضحا في إعلام الكرامة الذي يظهر وجهه الحقيقي الممنوع غلا وحقدا على كل من يقف أمام مشروع صنديدهم. أما نحن عزائز دواعش ما شدر بين حاجة، عزوز داعشية كل يوم تخرج لنا 10 عزائز داعشية تخرج ما عندناش بين حاجة اطلاقا. هذه حقيقة تاريخية، لا تقولوا حقوق الإنسان لكلام آخر. أسقطت معاناة قنفودة ورقة التوتي عن الكثيرين، فبين متشدقين بحقوق الإنسان اختاروا الصمت وسيلة للتعبير عن اشمئزازهم من هول ما حدث ويحدث، وبين شامت ومفاخر بما تقوم به ميليشيات الكرامة ضد النساء والأطفال والعجزة، وبين من كانت السياسة ومصالحها بوصلته في اتخاذ الموقف ضد هذه الجرائم، فكان الصمت منه ليحافظ على مكتسب سياسي أو سعي للحصول عليه. لتبقى معاناة أهالي قنفودة قصة صمود تضاف لقصص صمود ومعاناة يخلدها التاريخ. ومن جهة أخرى كان لأهالي بنغازي المهجرين في المنطقة الغربية كلمة جهروا بها وتحدوا فيها التضييق من قبل الحكومة المقترحة من البعثة الأممية، ليخرجوا بداية أمام مقر الحكومة المقترحة في أبي ستة، ومن ثم دخلوا في اعتصام مفتوح أمام مقر البعثة الأممية في تاجوراء، على صوتهم يصل إلى من بيده إيقاف هذه الهجمة الشرسة ضد النساء والأطفال والعجزة. نقف هذه الوقفة لنقول للعالم أجمع أن لدينا قضية اسمها قنفودة، لدينا قتلى وجرحى وخطف ودمار وانقلابات عسكرية وإرهاب بالمعنى الحقيقي. هكذا هي المعاناة في قنفودة، عائلات تحاصر وتقتل، وسياسيون اختاروا مصالح السياسة بدلا عن الإنسانية، وعالم اعتاد الصمت عن جرائم المستبدين ضد الضعفاء والمقهورين، وأقلة قليلة باقية تدافع عن حقها في الحرية، دافعها في ذلك موعود ربها بالنصر والتمكين. أكدت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية مجددا أن خليفة حفتر قال في تصريحات لوكالة أسوشيتد بريس إن ليبيا في حاجة إلى زعيم ذو خبرة عسكرية عالية. الصحيفة الأمريكية وفي تقرير لها ذكرت أن تصريحات حفتر جاءت في رد مكتوب على أسئلة للوكالة خلال الأسبوع الماضي، والتي أشار فيها إلى أن القادة العسكريين دائما يحققون النجاحات، مستشهدا في ذلك بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ويشار إلى أن ما تعرف بالقيادة العامة التابعة لمجلس النواب المنحل نفت التصريحات التي نسبتها الوكالة الأمريكية لمجرم الحرب خليفة حفتر. استنكر عضو هيئة صياغة مشروع الدستور مراجع نوح ما يفعله ما يسمى بالحاكم العسكري للمنطقة الشرقية عبد الرازق الناظوري
وذلك من تعيين لعسكريين عمداء للبلديات واصفا ما يفعله بالخرق للقوانين. نوح في تصريح صحفي ذكر أنه لا يمكن لأي شخص رفع دعاوى قضائية على قرارات تنصيب العمداء العسكريين التي وصفها بالباطلة، فيما أضاف أن التغيير يكون وفق القوانين وليس بإصدار القرارات. ويذكر أن عميد بلدية طبرق طالب في وقت سابق ما يعرف بالحاكم العسكري للمنطقة الشرقية بتعيين عميد عسكري بدلا له. عين المجلس الأعلى لحكماء وأعيان ليبيا الشيخ إبراهيم يوسف بن غشير رئيسا للمجلس بعد توافق أعضائه في اجتماع السبت في العاصمة طرابلس. المجلس وفي بيان له عقب الاجتماع أكد على حرصه على إصلاح ذات البين ونصرة الثوار المجاهدين في كل جبهات القتال وضرورة وحدة الوطن وأمنه واستقراره حسب نص البيان. جاء ذلك بناء على قرار المؤتمر الوطني العام رقم 37 لعام 2015 بشأن اختيار رئيس ونائبي الرئيس للمجلس الأعلى لحكماء وأعيان ليبيا. هذا ونظم عدد من أهالي مدينة الكفرة وقفة احتجاجية أمام مكتب الخطوط الجوية الليبية بالمدينة مطالبين بالتدخل في مشكلة إغلاق مطار الكفرة المدني لمدة تجاوزت العام والنصف. وأصدر المحتجون بيانا استنكروا فيه استمرار إغلاق مطار الكفرة أمام حركة الملاحة الجوية، مطالبين في الوقت ذاته بمحاسبة الأشخاص الذين تسببوا في إغلاقه وأن تتحمل الجهات الأمنية والعسكرية حماية الأرواح وتأمين المطار ضد الخروقات المختلفة. كما أشار البيان إلى حجم المعاناة التي يمر بها المواطنون جراء تردي الوضع الأمني بالطريق البري وما نتج عنه من حوادث سير وخطف وقتل. اتهم مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أحمد حمزة اتهم المبعوث الأممي إلى ليبيا بتجاوز مهامه وحدود مسؤولياته. مقرر اللجنة الوطنية أكد في تصريح صحفي أن كوبلر استغل المعاناة الإنسانية للمدنيين في ليبيا لأهداف سياسية، وهو أمر مرفوض باعتباره مسؤولية مباشرة عن ما آلت إليه الأوضاع الإنسانية في ليبيا من ترد وانهيار. وأضاف حمزة أن كوبلر يدعي أنه حقوقي أمام مجلس حقوق الإنسان في الوقت الذي يزور فيه واقع ليبيا الإنساني، مشيرا إلى أنه يضمن تقارير غير حقيقية ويستند إلى أرقام وإحصائيات لا تعكس الحقائق على الأرض. أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن الاجتماع الدولي الذي سبق وأن دعت إليه حول ليبيا سيعقد يوم الاثنين القادم بالعاصمة باريس. وبحسب بيان الخارجية الفرنسية فإن الاجتماع سيعقد على مستوى عال من الشركاء الأساسيين الدوليين دون أن تحددهم الوزارة. وأوضح البيان أن هذا الاجتماع يأتي على خلفية زيارة رئيس المجلس الرئاسي المقترح فايز السراج لباريس ولقائه الرئيس الفرنسوا هولندا. أكد عضو مجلس النواب المنحل جاب الله الشيباني أن التحركات الدبلوماسية لفايز السراج تجعل منه محط استهزاء واستهجان، وذلك لإصراره على بعث رسائل الداخل والخارج بأنه مدعوم ومعترف به من المجتمع الدولي. الشيباني أوضح في تصريح له أن الدعم الدولي الحالي للمجلس الرئاسي المقترح لن ينفع حكومة السراج ولن يغير في رأي الكتلة المتحفظة على الاتفاق السياسي بمجلس النواب. وشدد الشيباني على وقوفه مع المسار الديمقراطي وتأييده على وجوب الفصل بين السلطتين المدنية والعسكرية وعدم تأييده لتعيين عمداء عسكر للبلديات، مرجعا ذلك لظروف البلاد المؤقتة التي تتطلب تعطيل الانتخابات والقوانين لحين تحسن الظروف. اتهم مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أحمد حمزة المبعوث الأممي إلى ليبيا بتجاوز مهامه وحدود مسؤولياته. مقرر اللجنة الوطنية أكد في تصريح صحفي أن كوبلر استغل المعاناة الإنسانية للمدنيين في ليبيا لأهداف سياسية، وهو أمر مرفوض باعتباره مسؤولية مباشرة عما آلت إليه الأوضاع الإنسانية في ليبيا من ترد وانهيار. وأضاف حمزة أن كوبلر يدعي أنه حقوقي أمام مجلس حقوق الإنسان في الوقت الذي يزور فيه واقع ليبيا الإنساني،
مشيرا إلى أنه يضمن تقارير غير حقيقية ويستند إلى أرقام وأحصائيات لا تعكس الحقائق على الأرض. هذا ونفى الناطق باسم القوات البحرية الليبية أيوب قاسم وجود أي قوة بحرية إيطالية أو أي عناصر أجنبية في المواني والقواعد البحرية الليبية. قاسم قال إنه لا توجد لديهم أي قوة بحرية إيطالية أو أي عناصر أجنبية في القوات البحرية الليبية، مشيرا إلى أنهم لا علم لهم بالغرفة المشتركة بين القوات البحرية في ليبيا وإيطاليا إلا من خلال وسائل الإعلام فقط. وكانت صحيفة الأستامبا الإيطالية كشفت عن تشكيل غرفة عمليات أمنية ليبية إيطالية مشتركة في طرابلس لمراقبة السواحل الليبية الشمالية والحدود الجنوبية لإيطاليا باستخدام طائرات بدون طيار. حملت حركة قلم للفتيات الليبيات المهتمات بالفكر والدعوة والثقافة الجمعة، حملت الجهات والأشخاص الذين يقومون بحملات ضد الحركة مسؤولية أي ضرر قد يلحق بفتيات الحركة. الحركة في بيان لها أوضحت أنها ستلجأ إلى رفع دعاوى قضائية ضد من قاد الحملة لتشويه الحركة واتهامها بالانتماء إلى ما يعرف بتنظيم الدولة، مضيفة أنها لا تنتمي إلى أي تجمع أو حزب أو منظمة إسلامية أو ليبرالية. ويذكر أن إحدى القنوات التابعة لما يعرف بعملية الكرامة قد نشرت تقريرا ذكرت فيه أن معلومات أمنية أشارت إلى تجنيد حركة قلم فتيات من ليبيا للجهاد في سوريا والعراق حسب قولها. نشاطنا متواصلة وفيها بعد الفصل. وزارة العدل بحكومة تثني تجدد دعوتها لتنفيذ قانون العفو العام. أهلا بكم من جديد. جددت وزارة العدل بحكومة تثني دعوتها لبدء تنفيذ قانون العفو العام الذي أقره مجلس النواب المنحل في يوليو من العام الماضي. وزعمت وزارة العدل في بيان لها الجمعة أن تنفيذ قانون العفو العام سيخفف حدة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تشهدها البلاد حسب قولها. ويشمل قانون العفو العام الذي أقره البرلمان المنحل جميع الليبيين الذين ارتكبوا وقمعوا المتظاهرين في 17 من فبراير عام 2011.
يستعد كل من مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية وشركة الورق والطباعة لتنفيذ وتوريد الكتاب وفقا للشروط والمواصفات ومواعيد التسليم التي تحددها الوزارة بناء على تعاقد مبرم بين الأطراف وبفتح الاعتمادات المالية اللازمة. شركة الورق وفي خطاب لها الخميس أشارت إلى أنه على مدير مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية إلى سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوريد المناهج بناء على الاجتماعات والتكاليف التي تم الاتفاق عليها بين الشركة مع وزارة التربية والتعليم وخطاب ديوان المحاسبة الذي طالب بالتسريع في اتخاذ الإجراءات اللازمة للطباعة حسب نص الخطاب. أعلنت الشركة العامة للكهرباء الأحد عن عودة وحدتين بمحطة السرير الغازية عن العمل بعد أن حدث بهما عطل السبت تسبب في خروجهما عن الخدمة. الشركة وعلى صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك ذكرت أن سبب العطل هو فصل بدائرة جداب يجالو، فيما نشرت خبر آخر عن حدوث حلل في محطة الكهرباء غرب الخمس مما أدى إلى خروج وحدات الإنتاج بمحطات الخمس والزيتونة والسرير. نفى عميد كلية الطب البشري بجامعة مصراتة محمد الطرينة ما تداولته صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي عن إيقاف الطلبة النازحين من بنغازي عن الدراسة بالكلية، وأضاف طرينة أن كلية الطب مصراتة قررت الاستمرار في قبول الطلبة النازحين من بنغازي للدراسة في الكلية بنظام الاستضافة، وذلك استنادا إلى قرار وزير التعليم العالي القاضي بالسماح للطلبة النازحين من بنغازي بالدراسة في جامعات المنطقة الغربية. هذا وكان عميد كلية الطب البشري بجامعة بنغازي قد طالب في رسالة لنظيره بجامعة مصراتة بعدم قبول استضافة طلبة بنغازي النازحين إلى المنطقة الغربية بحسب عميد جامعة مصراتة. بدأت في بلدية الحوامض الأحد حملة تطوعية استهدفت تنظيف عدة مناطق بالبلدية من القمامة والكثبان الرملية. الحملة التي يقوم بها مجموعة من المتطوعين تهدف لتنظيف ما يقارب 6 كيلومترات، وذلك محاولة منهم في نشر روح التوعية فيما يسعى المتطوعون إلى غرس القيم والمفاهيم الوطنية وتوعية مجتمعية شاملة وخصوصا فيما يتعلق بحماية البيئة. انطلقت اليوم الأحد فعاليات الملتقى الأول لبلديات ليبيا تحت شعار ليبيا تجمعنا، والذي يقوم بتنظيمه وزارة الحكم المحلي. هذا ودعت الوزارة عمداء المجالس البلدية إلى حضور الملتقى الذي سيناقش تفعيل القانون 59 لسنة 2012 بخصوص نظام الإدارة المحلية، وكذلك دعم دور مؤسستي الجيش والشرطة، بالإضافة إلى دور المجالس البلدية في تعزيز المصالحة الوطنية بالبلاد. تمكنت عناصر من غرفة العمليات المشتركة بتاجورا من ضبط كمية من الأدوية منتهية الصلاحية في أحد المخازن بمنطقة جفينة في بلدية تاجورا. مصدر من مكتب التفتيش الصحي والإصحاح البيئي في البلدية صرح للتناصح بأن الأدوية المضبوطة منتهية الصلاحية في مجملها، وكانت مخزنة في مبنى بأحد المزارع لا تتوفر فيه الاشتراطات الصحية المطلوبة للتعامل مع تلك المواد. اختتمت الخميس بمستشفى الخضراء في العاصمة طرابلس امتحانات الزمالة الليبية الطبية بإشراف وزارة الصحة ومجلس التخصصات الطبية، وشملت الامتحانات تخصصات جراحة العظام والمخ والأعصاب والنساء والولادة، وتم ذلك بمشاركة أكثر من 50 طبيبا ليبيا من مختلف المناطق، أشرف على تقييمهم أطباء وأساتذة ليبيون وإيطاليا وتونس. هذا وتهدف الامتحانات إلى النهوض بالمستوى العلمي للأطباء العاملين بالمرافق الطبية وتأهيل أطباء متخصصين في مختلف المجالات الطبية. أعلنت شركة مليتا للنفط والغاز عن شحن نحو 575 ألف برميل من النفط الخام في ميناء حقل البوري لصالح المؤسسة الوطنية للنفط، حيث غادرت الناقلة إليكسيا MT الميناء يوم السبت،
وذكرت الشركة عبر صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك أنه تم شحن 575 ألف برميل نفط خام من ميناء حقل البوري على متن ناقلة تحمل علم ليبيريا متجهة إلى أسبانيا. ومن جهتها ذكرت الشركة أنه يجرى استكمال عمليات إنشاء الوحدات المغمورة للسفينة الجديدة غزة بعد انتهاء المفاوضات بين الشركة المصنعة للسفينة وبعض الشركات الأخرى. وفي الخبر الأخير، حيث تفقدت لجنة الطواري بشركة الخليج العربي للنفط حقول السرير ومسلة وماجد والنافورة خلال زيارة ميدانية لحقل البيضة. ورصدت اللجنة خلال الزيارة آخر التطورات الميدانية واطلعت على مشاريع توليد الطاقة الكهربائية، وذلك حسب ما صرح مسؤول الإعلام بشركة الخليج العربي للنفط أحمد عربي. وأشار عربي إلى أن اللجنة وقفت على احتياجات الحقول للعمل على استمرار الإنتاج ورفعه إلى الطاقة القصوى، لافتا إلى أنها تفقدت أيضا المجمعات الخارجية بالحقول وبعض الأقسام الفنية والخدمية. والآن تذكير بما جاء في هذه النشرة. قوة الطوار تسيطر على تمركزات جديدة بالحي رقم 3 بسرد، وثمانية شهداء وعددا من الجرحى جراء الاشتباكات. قوة شورى الطوار تستهدف بالمدفعية الثقيلة قاعدة المشاة البحرية التابعة لحفتر، والعفو الدولية قلقة بشأن العالقين بمنطقة قنفود السكنية. المجلس الأعلى لأعيان حكماء ليبيا يعين إبراهيم بن غشير رئيسا للمجلس بعد اجتماع السبت. وتابعتم أيضا وزارة العدل بحكومة تثني تجدد دعوتها لتنفيذ قانون العفو العام. ختام النشرة، أشكركم على المتابعة، إلى اللقاء. Thank you.